في أحلى من الشعور بعد الانتهاء من الرياضة، تحس أنك نشيط وفرحان وتحس أنك أنجزت. المشكلة تصير وين؟ لما تطلع من الجيم وتبدأ الشهية تنفتح، وبعدين الجوع يودينا إلى أسوأ الخيارات، فاست فود أو شوكولات. الحل عندي وأسهل من ما تتوقع. لما تروح تسوي رياضة دائماً خذ معاك وجبة خفيفة تاكلها لما تخلص. في شنطة الجيم حط بعض الأشياء، مثل شنو؟ فاكهة مثل موز أو تفاح مثلاً، مكسرات نية، سندويش خفيف على خضرة أو على حمص، أو حتى خضروات مقطعة أو زيتون. هذه الوجبة الخفيفة بتعطيك طاقة جديدة وحتى بتشبعك شوي عشان تقدر في الوجبة القادمة تختار بعقل مو بجوع. نظم يومك ونظم وجباتك، بهالسهولة بتوصل للصح. هذا كان رأيي والقرار قراركم.